The Assembly will hear an address by His Excellency Mohammed Najib Azmi Mighati, President of the Council of Ministers of the Lebanese Republic. I request protocol to escort His Excellency. I have the great pleasure in welcoming His Excellency Mohammed Najib Azmi Mighati, President of the Council of the Ministers of the Lebanese Republic. I invite him to address the Assembly. Thank you. السيد رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المحترم. سعادة أمين عام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيد أنطونيو غوتيريس. السادة رؤساء الدول والحكومات والوفود والسيدات والسادة. أتقدم منكم حاضر الرئيس بأحر التهاني على توليكم رئاسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 77. كما أنتهز المناسبة لشكر معالي السيد عبد الله الشاهد على حسن إدارته الدورة السابقة ولكافة الجهود التي بذلها في هذا الإطار. وأتوجه بالتحية أيضاً إلى سعادة الأمين العام أنطونيو غوتيريس على مساعيه المتواصلة لتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة وتطوير عملها. يمر العالم اليوم بمرحلة بالغة الدقة من الصراعات المسلحة والأزمات المترابطة التي تثير قلقاً لدينا جميعاً. وما من مكان أفضل للتداول بشأن هذه التحديات من هذه القاعة التي تضم كل دول العالم يجمعها ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي يفخر بلدي لبنان بدوره في إنشائها. كما ثبت ذلك بعقود من التعاون المثمر بيننا وبين الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار يسرني السيد الرئيس أن أتوجه بالشكر لكم وعبركم لمنظمة الأمم المتحدة بكافة فروعها ومؤسساتها المتخصصة وتلك العاملة في لبنان على الجهود التي تقوم بها من أجل مساعدته والمساهمة في تخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمر بها. وأخص بالشكر هنا قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل لما تبذله من تضحيات وجهود من أجل الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني الذي نتطلع معكم وعبركم إلى تعزيز قدراته العسكرية وتخفيف الأعباء المادية عليه. وفي هذا السياق نؤكد التزام لبنان التام بتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701 وكافة قرارات الشرعية الدولية. أما فيما يتعلق بترسيم حدودنا البحرية بوساطة أمريكية مشكورة ومرحباً بها وبرعاية أممية، يهمني أن أؤكد مجدداً تمسك لبنان المطلق بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، مكررين أمامكم رغبتنا الصادقة في التوصل إلى حل تفاوضي طال انتظاره. ويسرني إعلامكم بأن أحرزنا تقدماً ملموساً نأمل أن نصل إلى خواتيمه المرجوة في وقت قريب. إن لبنان مصمم على حماية مصالحه الوطنية وخيرات شعبه وعلى استثمار موارده الوطنية، ويعي تماماً أهمية سوق الطاقة الواعد في الشرق المتوسط لما فيه ازدهار اقتصاديات الدول المنطقة وتلبية حاجات الدول المستوردة. سيد الرئيس، إن لبنان ومن منطلق إيمانه بالدور الرائد الذي نتطلع دائماً من الأمم المتحدة أن تقوم به يؤكد التزامه بأجندة التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ، كما وبالأطر الدولية الراعية لمسائل نزع السلاح بأشكاله المختلفة. ونرحب أيضاً بالعمل الهادف إلى إيجاد تفاهم دولي
لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، إنفاذاً لقرار الجمعية العامة رقم 546 على 73. ونحن إذ نشيد بما تحقق لهذه الغاية في دورات المؤتمر السابقة، نتطلع لأن تتكلل بالنجاح الدورة الثالثة من المؤتمر المزمع انعقاده برئاسة لبنان في تشرين الثاني القادم، وأن نسهم في دعم مسار إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. سيد الرئيس، يمر الكثير من دول العالم اليوم بأزمات اقتصادية حادة أسبابها متعددة متشعبة وغير خافية على أحد، أثرت بشكل كبير على جوانب الحياة كافة، وحتمت على حكومات ودول عدة اللجوء إلى اتخاذ تدابير استثنائية لمحاولة التخفيف من وطأة هذه الأزمة على شعوبها. أما في بلد لبنان فنحن نواجه منذ سنوات عدة أسوأ أزمة اقتصادية اجتماعية في تاريخنا، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر، وتسببت بهجرة الكثير من الطاقات الشابة والواعدة وخسارة الوطن خيرة أبنائه. فإضافة إلى التدهور الاقتصادي الحاد وغير المسبوق وانهيار سعر صرف العملة الوطنية إلى أدنى مستوى تاريخي لها، والإغلاقات العامة التي فرضتها جائحة كورونا، ناهيك عن فاجعة انفجار مرفأ بيروت الذي نحرص على جلاء الحقيقة بشأنه، وتبعات الأزمة السورية وأعباء النازحين، وجدت الحكومة اللبنانية نفسها أمام أزمة سياسية غير مسبوقة حتمت علينا السير ببطء وحذر شديدين في حقل ألغام سياسية واقتصادية لتدارك الوضع وتأسيس الأرضية المناسبة للمساهمة في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان. السيد الرئيس، نجحت حكومتنا في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعتها، ومن أبرزها إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد. لكن الطريق أمام لبنان ما زالت شاقة وطويلة ومليئة بالمصاعب قبل الخروج من الأزمة، حيث نعمل بكل ما أوتينا من قوة وعزم على تخطيها بنجاح. وفي هذه السياق قامت حكومتنا بتوقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، وأننا نتعهد من هذا المنبر السير قدما بكل الإصلاحات التشريعية والإدارية الضرورية للخروج من محنتنا الحاضرة. نحن نعول في هذا الإطار كما دوما على مساعدة أصدقاء لبنان الدوليين وفي طليعتهم الدول العربية الشقيقة التي لا غنى للبنان البلد العربي الهوية والانتماء والعضو المؤسس لجامعة الدول العربية عن هذه الدول. إن انتماء لبنان العربي وريادته في الالتزام بالقضايا العربية هما ترجمة لما جاء في دستوره وفي اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية الدامية التي عصفت ببلادي. ولا بد من أن أؤكد تكراراً التزامنا التام بهذا الاتفاق وعدم تساهلنا مع أي محاولة للمس بمندرجاته، إضافة إلى تجديد الالتزام بمبدأ النائي بالنفس الذي انتهجناه منذ حكومتنا الماضية، سعياً لإبعاد وطننا قدر المستطاع عما لا طاقة له عليه. كما تعول الحكومة اللبنانية أيضاً على منظمة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء التي كانت وما زالت تؤكد عبر مساعدتها المشكورة للبنان أن وجود دولة لبنانية قادرة ومزدهرة هي حاجة ماسة للأمن والسلم في المنطقة والعالم. وفي سياق جهود معالجة الأزمة الاقتصادية، تعمل حكومتنا أيضاً على خطة تعافي مالي واقتصادي تتكامل مع تعاوننا مع صندوق النقد الدولي، وعلى رزمة إصلاحات هيكلية وقطاعية شاملة تلبي متطلبات الشعب اللبناني وتوفر له شبكة أمان اجتماعي.
وعلى وضع القوانين التي تؤمن الشفافية المطلقة وتكافح آفة الفساد الذي ازدادت بفعل الانهيار الاقتصادي. كما نعمل في الوقت عينه على إعادة إطلاق الاقتصاد وتثمير الفرص العديدة الكامنة فيه، لا سيما الطاقات الشابة التي هي أمانة في أعناقنا وشعلة أمل في إنجاح نموذج اقتصادي لبناني مفتوح على العالم والفرص الرائدة. وفي هذا الإطار نناشد الدول الشقيقة والصديقة أن تكون إلى جانب لبنان في محنته الراهنة تحديداً، وأن تؤازره للخروج منها ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب اللبناني وبنية الدولة وهيكليتها. ونتطلع أيضاً إلى إعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان الذي طالما احتضنته فرنسا بالتعاون مع أصدقاء لبنان وأشقائه. إن وجود دولة لبنانية سيدة ومستقلة قوية وقادرة تحمي النظام الديمقراطي البرلماني والحريات العامة والخاصة وتؤمن بالتسامح والتآخي والتلاقي وتعتمد سياسة النائب النفس والابتعاد عن سياسة المحاور هو حاجة ماسة للأمن والسلم والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أن وجود حكومة مركزية قوية تسعى على سيادة القانون وحسن تطبيقه، إضافة إلى توفير بيئة حاضنة ومحفزة لمزاولة الأعمال والقطاعات المنتجة والخدمات على تنوعها واختلافها وفق معايير السوق والاقتصاد الحر ومتطلبات العصر وثورة المعلومات والاتصالات. هو أيضاً حاجة ماسة للمنطقة بأسرها، وأفضل السبل لنا جميعاً لمواجهة تحديات الفقر والبطالة والتطرف والإرهاب وتجنب الوقوع في المجهول. سيد الرئيس، يقوم لبنان منذ أكثر من 10 سنوات بدور طليعي في تحقيق الصالح العام العالمي من خلال استضافته لعدد هائل من النازحين السوريين يصعب إحصاؤها بدقة. لقد حرصنا منذ مطلع الأزمة السورية على اعتماد سياسة الحدود المفتوحة إيماناً منا بالاعتبارات الإنسانية. أما اليوم فقد باتت أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل. يهمنا كذلك التأكيد على أن الدستور اللبناني وتوافق جميع اللبنانيين يمنعان أي دمج أو توطين على أراضيه، وأن الحل المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى بلدهم في سياق خارطة الطريق ينبغي أن يبدأ العمل عليها بأسرع وقت وبتعاون كافة الأطراف وتوفير مساعدات إضافية نوعية للدولة اللبنانية ومختلف إداراتها وبناها التحتية التي تنوء تحت عبء تدفق كبير للنازحين منذ أكثر من 10 سنوات. سيد الرئيس، تبقى القضية الفلسطينية القضية الأم التي تعيق تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. إن الظلم الواقع بحق الشعب الفلسطيني آن الأوان رفعه وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، بما في ذلك قرار عودة اللاجئين إلى ديارهم. وفي سياق الكلام عن اللاجئين الفلسطينيين، أسمحوا لي أيضاً بالتشديد على محورية الدور الذي تقوم به الأونروا في خدمة أهداف الأمم المتحدة ومقاصدها من خلال مساهمتها في رفع قسم من الغبن اللاحق باللاجئين الفلسطينيين والمساعدة في تحقيق قدر من التنمية والاستقرار الإقليميين. وفي هذا السياق نعبر عن بالغ قلقنا من الحالة المالية الحرجة للوكالة وللعجز المتراكم في موازنتها مما يعرض تقديم خدماتها للخطر. كما نجدد ترحيب لبنان ودعمه لكافة الجهود الدولية المبذولة لسد العجز، حيث يبقى التحدي الأكبر الخروج بحل مستدام للفجوة التمويلية. سيد الرئيس، أن لبنان صاحب ثقافة ضاربة في التاريخ وصاحب رسالة سلام وتسامح وحوار،
وفي حين يمر بلدي بفترة عصيبة راهنة، فأن الصعوبات لن تثني اللبنانيين عن المضي قدماً في إعادة ترسيخ ازدهارهم وتزخيم الدور الريادي الذي طالما لعبه لبنان عالمياً. نريد لبنان ساحة طلاق وليس ساحة فرقة. نريده مساحة للحوار وليس التنافس. نريده أميناً لمخزونه الروحي الذي يجمع قيم الأديان السماوية وقيم الحق والعدل في هذا العالم. ويقيني أنه بوحدة شعبه ومساعدة أشقائه وأصدقائه نستطيع تحقيق ما نصب إليه. في الختام أكرر شكري لمنظمة الأمم المتحدة على تعاونها الدائم مع لبنان وشراكتها المستمرة، ولكل الدول الأعضاء المحبة للبنان والداعمة له، وأكرر مطالبتي للجميع بتحييد لبنان عن كافة صراعات المنطقة والعالم. كلما كبرت التحديات وازدادت رغبتنا بالعمل سوياً لخير شعوبنا جميعاً ومصالحتها، لقد أثبتت الأزمات الأخيرة المتراحقة أهمية التعاون الدولي في معالجة الأزمات التي باتت بمجملها عابرة للحدود. من هنا أختم من حيث بدأت الأمم المتحدة رسالتها، أي بالعمل الجماعي المتكامل والمتضامن لمصلحة الإنسان ورفاهيته ومن خلال العدل والأمن والسلام والتنمية المستدامة، مع أملنا ورجائنا لعالم أفضل لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. ولكم منا أطيب التمنيات وبالتوفيق بإذن الله. شكرا لكم جميعا. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Council of Ministers of the Lebanese Republic for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency.